يا مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة وثلاث فقرات. الحلقة دي هتكون مميزة جدا لأنها هتشاركني في تقديمها صديقتي وضيفتي العزيزة الإعلامية الجميلة أميرة نور. هيكون معنا في أول فقرة دكتورة أمينة البدري، والفقرة الثانية دكتور أشرف سمعان، والفقرة الأخيرة بشرتك مع ماسي ودكتورة دينا أبو سعود. هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نتابع الفقرة. مساء الخير سادة المشاهدين. الحلقات بتاعت الأسبوع دوان هيبقى فيها ما يسمى أسباب الفشل في محاولات الحقن المجهري. إحنا نعرف كويس إن في حاجة اسمها تأخر إنجاب، إحنا نعرف كويس إنه ممكن يكون في سبب لتأخر الإنجاب، إحنا نعرف كويس إنه الحمل هو عبارة عن حيوانات منوية وبويضات وتخصيب بويضات بحيوانات منوية، وجسم يستوعب لقاء البويضة والحيوان المنوي وتجويف رحم. احنا نعرف ان في حاجة اسمها لقاء بين بويضات وحيوانات منوية خارج الجسم، اللقاء ممكن يأتي عن طريق طفل الأنابيب أو الحقن المجهري، ومع لقاء البويضات بالحيوانات المنوية خارج الجسم تخصب البويضات، تنقسم البويضات، تنقسم لليوم الثالث أو اليوم الخامس، تعود الأجنة إلى الرحم بعد ذلك، وهذا ما يسمى الحقن المجهري أو الأطفال الأنابيب، وهي الوسائل المساعدة للإنجاب. في سيدات بيزرعوا أجنة ولا يحدث حمل، هناك نسبة حمل لهذا الإجراء، ونسبة الحمل دي بتتعدى 50 لقرابة 60% لما تبقى المشكلة في الحيوانات المنوية أو لما تبقى المشكلة في قنوات فالوب، ولكن بتقل النسبة بتاعت حدوث الحمل نسبيا في بعض السيدات. في هناك أسباب كثيرة ممكن تفشل محاولات الحقن المجهري. الأورام الليفية، هل الورم الليفي ممكن يكون سبب في فشل محاولات الحقن المجهري؟ نعم. هل الورم الليفي اللي موجود في عضلة الرحم أو خارج عضلة الرحم أو داخل تجويف الرحم ممكن يكون سبب في فشل محاولات الحقن المجهري؟ نعم. هل كل سيدة عندها أورام ليفية تستأصل الأورام الليفية ما قبل الوصول إلى نقطة زراعة الأجنة؟ لا. هل كل سيدة عندها ورم ليفي حجمه بيختلف من امرأة إلى أخرى، أو الأورام اللي فيها بتختلف من امرأة إلى أخرى، الحجم هو العامل الأساسي في صناعة القرار يتشال الورم الليفي أو ولا لا قبل لما نعمل حقن مجهري؟ لا. في سيدات عندهم أورام ليفية صغيرة جدا في الحجم، لا تتعدى 2-3 سنتي، اللي هو لا يتعدى النص جنيه أو الربع جنيه أو حتى الجنيه اللي هو العملة اللي هي المعدنية، وهؤلاء السيدات يستأصل عندهم الورم الليفي قبل لما تبدأ محاولة الحقن المجهري. وفي مجموعة من السيدات بيبقى عندهم الورم الليفي كبير، واحنا مش محتاجين ان احنا نشيل الورم الليفي ده قبل لما نبدأ ننشط لهم النبيا. وفي سيدات التاريخ المرضي نفسه هو اللي يخلينا نستأصل الورم الليفي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني امرأة عملت حقن مجهري مرة واثنين وتلاتة واربعة، وكل اللي موجود في الملف الطبي هو فقط ورم ليفي قرب مش داخل، لانه لو داخل على تجويف الرحم او ملاصق ليه بطانة الرحم من الداخل، مفترض ان قبل ما اعمل حقن مجهري ولو حتى المرة الاولى لابد ان يستأصل هذا الورم الليفي. ولكن في مجموعة من السيدات فعلا بيبقى فيه نوع من انواع الخداع الطبي، يعني الجسم بتاع هذه المرأة بيخدع الطبيب، يبقى الورم الليفي ظاهريا شكله صغير وبعيد عن تجويف الرحم، وبعدين بعد زراعة الاجنة هؤلاء السيدات بيبدأ هذا الورم الليفي نظرا لوجود تدفق شديد للدم في الاوعية الدموية اللي داخل عضلة الرحم، يبدأ هذا الورم الليفي يضغط او يبقى بيأثر على تجويف الرحم. ولما يبدأ يأثر على تجويف الرحم انت ما تشوفوش، لان انت بعد لما بتزرع الاجنة بتنتظر انه يتعمل اختبار حملة، وبعد اختبار الحمل دون لو الست مش حامل او السيدة مش حامل بتقول لها وقفي العلاج. عشان كده احنا دايما بنصمم من السيدات اللي عندهم اورام ليفية حتى لو هي صغيرة جدا في الحجم، ان احنا نبص على الورم الليفي دون في اكثر من يعني وقت من الاوقات بتاعت الدورة. وفي بعض الاحيان احنا بندي ادوية لسيولة الدم بجرعات عالية، وبندي ادوية عشان نتخن بيها بطانة الرحم بجرعات عالية قبل لما نبدأ ننشط المبيض، عشان نشوف هل تأثير الهرمونز اللي هو الاستروجين وتأثير الادوية بتاعت سيولة الدم دون ممكن يبقى له مردود على ان هذا الورم الليفي يبدأ يبقى بيضغط على تجويف الرحم او لا. ده مهم قوي. احنا انا تاني اللي يهمني مش حجم الورم الليفي
ومش مكان الورم الليفي ومش اعداد الاورام الليفية. الاهم هو فين هذا الورم الليفي من السطح الداخلي لبطانة الرحم. وتاني، ليس كل امرأة عندها فشل متكرر في محاولات الحقن المجهري وعندها اورام ليفية تروح تشيل الاورام الليفية قبل لما تعمل حقن مجهري. لا، احنا نشوف الورم الليفي دون تأثيره على بطانة الرحم قبل لما ناخد القرار بتاع ان احنا نستأصل هذا الورم الليفي عشان بعد كده نحاول نعمل محاولات حقن مجهري. احمد عبد الله، استشاري تأخر الانجاب والحقن المجهري بمستشفى دار الطب. غير تقليدية، لأن زي ما قلت لكم معايا صديقتي وضيفتي العزيزة الإعلامية أميرة نور، يعني شارع الفن، يعني نغم اف ام. خلوني ارحب بأميرة في البداية. أهلا بيك. أهلا يا أميرة. أهلا بيك يا يمنى. أنا اللي سعيدة جدا بوجودي في حلقة النهاردة مع الإعلامية المتميزة يمنى طولان وبرنامجها الرائع اتغير مع يمنى، وشفنا ناس كتير اتغيرت وناس كتير شكلها بقى أحلى. وعايزه اقول ان يمنى طبعا عشره عمر، يعني صديقه وزميله واعلاميه. انا مبسوطه جدا بوجودي معاكي. انا كمان سعيده جدا. ورحب دريم كمان، ورحب بضيفتي العزيزه دكتوره امينه البدري، استشاري الجلديه والتجميل والليزر بالمركز الطبي. اهلا يا اهلا. اهلا بيكم. عامله ايه يا قمر؟ شفتي القعده جميله النهارده مش كده؟ ازيك يا دكتور امينه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ هنسالك اسئله كتير النهارده. اميره، ايه رايك بقى في السيدات والبنات اللي بتهتم بنفسها وبتلجأ لدكاترة التجميل؟ في ناس بتشوف انه ده ممكن يكون رفاهية او ما فيش داعي لده، ايه رأيك في الموضوع ده؟ بصي، الست يعني الحاجة الجميلة، يعني ربنا خلق الست سبحانه وتعالى خلق الست انها لازم تكون جميلة، والراجل لما يبص لها يبقى مبسوط بيها، وهي نفسها لما تبص لنفسها في المراية تبقى سعيدة بشكلها. فايه المانع من انه لو حد محتاج تجميل يحصل ده؟ انا شايفه ان ده شيء جميل جدا، انه ممكن يبقى فيه ريتاتش، يبقى فيه حاجه، فحلو ان عالم التجميل المهم انه ما يغيرش شكل الانسان تماما. بالظبط. وده دايما الدكتوره امينه بتقوله، انه دكتوره امينه يمكن اللي بيقول لك كتير قوي، ممكن واحده تجيلك تقول لك، تجيب لك صوره مثلا فنانه او صوره حد معين وتقول لك انا عاوزه ابقى زي دي. بالظبط. الرد بقى بتاعك بيكون ايه ساعتها؟ لا طبعا، احنا مش بنغير الشكل، واحنا بس بنخليها هي احلى. بس على نفس ملامحها، يعني مش هنخليها شبه حد تاني. كل واحده طبعا ليها جمال، فاحنا دورنا ان احنا نبرز بس الجمال ده. او ان هي كانت حلوه في فتره وجاء بعد كده حصل لها تجاعيد او حصل مشاكل في بشرتها، احنا دورنا ان احنا نرجع بشرتها زي ما كانت. يعني تبقى نفس شخصيتها. نفس شخصيتها ونفس شكلها، بس هتبقى احلى. انا سمعت عن البوتوكس والفيلر وحاجه جديده اسمها الخيوط. بالظبط. احنا عايزين نعرف بقى الفرق بين الثلاثه دول، وايه حكايه الخيوط دي بالذات عشان دي جديده خالص. تمام. الخيوط احنا بنستعملها علشان نعمل شد في البشره، يعني في السن الكبير شويه بيحصل تهدل في الجلد. بتلاقي مثلا منطقه الفك السفلي هنا نزلت لتحت، الخدين وقعوا، في عندك تهدل في منطقه الحاجبين. فبنبدا ان احنا نستعمل الخيوط دي علشان نشد الجلد مره ثانيه. دي من سن تقريبا قد ايه؟ هي مش مرتبطه بسن، يعني هي الاغلب طبعا هو بيكون سن كبير حصل فيه تهدد، يعني لما نكبر هنلاقي حاجه. بالظبط. انه الجزء ده بحس انه اكيد هنعمل. لكن ممكن في سن صغير بيكون فيه تهدد موجود وراس، يعني في ناس بيكون عندها الحواجب نازله لتحت، فحاجه ان هي طبيعتها كده. في خيوط عندها هنا اللي هي الخطوط اللي موجوده في الجبهه دي، احنا بنحقنها بماده اسمها بوتوكس عشان نشيلها. طبعا ده مش مرتبط بسن خالص، يعني مجرد ظهور التجاعيد احنا هنحتاج ان احنا نحقن المواد دي. وايه رايك يا دكتوره امينه اللي الناس اللي بتقول لك انا لسه صغيره، او مثلا واحده يا اميره ساعات تبقى شايفه نفسها عندها مشاكل كتير وتروح تقول لمامتها او جوزها او انا عندي مشاكل في وشي، محتاجه، انا حاسه ان انا محتاجه طبعاً. يقول لها انت لسه صغيره، انت لسه سنك صغير. هي الموضوع مش مرتبط بالسن، مش مرتبط خالص بالسن، يعني ده اعتقاد خاطئ ان احنا ان المواد دي مثلا او التجميل عموما لسن كبير. لا، احنا بنبداه في سن صغير، بالعكس كل ما بدانا بدري كل ما هناخد نتيجه احسن. حتى لو واحده ما فيش عندها مشاكل خالص في بشرتها، هي قدام شويه هيطلع في مشاكل، هتظهر عندها مشاكل لو ما حافظتش عليها. حتى يومنا في ناس بتعالج غلط، يعني في ناس ساعات لما بتحس ان في مشاكل في وشها بتحط ميك اب كتير، بتزودي مشكلة. دي مشكله بس هي اجمل حاجه ان الواحد يقدر يغسل وشه ويحس ان وشه طبيعي. بالزبط. ما فيهوش اي مشاكل. أيوة. ويمكن طبعاً. التقنيات دي بتخلينا نعمل كده. ومعانا دلوقتي صوره على الشاشه. دي ايه دي يا دكتوره؟ ده نوع من انواع الخيوط بيتحقن في الانف، بس علشان نرفع الانف لفوق. الناس اللي هي عندها الانف بتكون نازله لتحت، بنبقى حابين بس ان احنا نرفعها حاجه بسيطه، يعني ده بدون تدخل جراحي خالص. هو بصي زي ما انت شايفه كده الخيط، هي
ابره صغيره دي بيكون ملفوف حواليها خيط، بتدخل هنا بالظبط في النص، بطلع بعد كده الابره وبسيب الخيط جوه. الخيط ده بيديكي شد لفوق، شد الانف لفوق بدون اي تدخل جراحي خالص. خالص هي الخيوط هي غير جراحيه، يعني بيقولوا عليها ان هي تجميل غير جراحي، بياخدش وقت، بيتعمل في العياده يعني بياخد تقريبا نص ساعه لو انت هتشدي الوش كله. يعني اي حد مناخيره نازله لتحت يروح نص ساعه يلاقي مناخيره بالظبط على طول، مفيش مشكله. حلو جدا. لا وكمان اصعب من المناخير لو كان في تهدل في الجلد نفسه، يعني عندك الخدين لو وقعوا لتحت فانت بتبقي عايزه تشديهم، كان زمان لازم نعمل جراحه. دلوقتي لا، الخيوط ادتنا حاجه سهله جدا. ده كمان اللغد ده يا هنا ده بالظبط، دي خيوط صغيره جدا لو ركزتي فيها، يا ابره صغيره قوي. يعني الناس اللي حقنت فيلر وبوتوكس عارفين ان احنا بندخل بس الابره، قلنا انا بدخل السن، هي نفس طريقه الحقن. يعني انا هنا بدخل بس الابره وباجي بعد كده بخرجها تاني وبسيب الخيط جوه. هنا بنحط شبكه، دي اسمها شبكه خيوط، تحط في اللغد فبترفع لك الجزء ده لفوق. في ناس كتير جدا عندها اللغد ده مضيقه كتير، شايفه ان ده خصوصا اللي بيعانوا من السمنه زياده، فعلا بيبقى عندهم الجزء ده. ومع الوقت انت ممكن يكون ما فيش سمنه ولا اي حاجه، مع التقدم في السن بتلاقي ان الجزء ده بدا ينزل بفعل الجاذبيه. اقصد اقول لو واحده صغيره مثلا في العشرينات بالظبط لكن مليانه شويه وعندها لغد تبقى برضه هي عايزه تركز ان وشها يبقى مظبوط، المكان ده يبقى مشدود. فالخيوط ساعدتنا قوي ان احنا نحل المشاكل دي، وهي تقنيه بسيطه يعني هي بتقدم. طبعا ده الدنيا بتتقدم جدا. نشوف اللي بعدها لو سمحت يا عباس. هنا دي احنا ازاي بندخل الخيط، يعني شوفي في خيوط محدده لمنطقه الحاجبين، الرقبه، في للخدين، في خيط بيدخل من تحت زي ما احنا باينين كده في الصوره، وفي خيوط بتبقى مخصوصه بتدخل من فوق، يعني على حسب انا عايزه اشد ايه بالظبط. بس الاثنين يا دكتوره امينه بيبقوا في اماكن مداريه، يعني اللي يبص في الوش ما يحسش انه في اي حاجه. لا خالص، يعني انا لو هشد الرقبه بدخل الخيط من هنا من ورا الودن. أوكي. فورا الودن ده خالص ما حدش هيشوف الفتحه اللي دخل منها الخيط. بس هي يعني مش واحنا مش مشرط وفيها مش عمليه جراحيه. لا مش عمليه، هي بالابره بس. اللي هي النقطه اللي هي مكان دخول الابره بتبقى متداريه من ورا. طيب. لو احنا هنشد الخدين بندخل برضو من فوق من تحت الشعر كده على طول. فابدا ما بتكونش باين. طيب. دي حاجه موضوع الرقبه ده يومنا. زمان كانوا بيقولوا ان الواحد ممكن يعمل عمليات تجميل في وشه لكن الرقبه اللي هتفضحه. طبعا الرقبه والايد بيبين يحصل حاجه في الرقبه دي جديده. دلوقتي احنا بنشد الوش مع الرقبه وبنظبط الايد فما بيبقاش بالفعل يعني ما فيش ابدا اي حاجه باينه. طبعا شايفين الصور اللي معانا وشايفين قد ايه الموضوع بسيط وسهل. ويمكن يا اميره دايما دكتوره امينه بتقول انه ممكن الواحده تبقى معاها المرايه وباصه وبتتكلم مع الدكتوره بدون اي مثلا الم او اي مشاكل خالص، وبتقول لك مثلا شدي شويه او قللي شويه. صح ده بيحصل؟ بتابع معايا فعلا. لانه في ناس بتكون خايفه ان دي هي تبقى مش حاسه او يبقى في الم او ما فيش، يعني احنا دايما بنطمنهم ان هو بالبنج الموضع، يعني هي مش هتبقى حاسه خالص. تاني حاجه هي بتبقى مركزه فعلا معايا، تبقى باصه في المرايه شايفه النص اليمين النص الشمال. طب واحنا بنشتغل ايه الصوره بقى اللي احنا شايفينها دي؟ هنا الصوره بعد ما دخلت الخيط، يعني انا دخلت الابره خرجت الابره وسبت الخيط جوه، بعد كده بقص اطراف الخيط اللي بره. هنا بوريكي بس شكل الخيط ازاي دخل، عشان في ناس عايزه تتخيل. ورفيع كمان ورفيع جدا، يعني هو زي شعرايه بالظبط. هنا دخل، بعد كده طرف الخيط اللي طالع من بره ده هيتقص، هيبقى مفيش اي حاجه خالص باينه من بره. يعني شفتي هنا الخيط من اوله لاخره هو كده دخل كله جوه، مفيش اي حاجه باينه. تمام. لانه برضو بتسالي السؤال ده ان الخيط هيبقى باين او كتير طبعا في حد هيحس ان انا عامله حاجه او في شبكه جوه او في حاجه شده جوه، ده يا جماعه ما بيبانش خالص. وده برضو قبل وبعد الصوره دي هنا قبل وبعد الشد. شوفي اختلفت تماما. يعني هنا خدها نازل خالص بالظبط، اتشد فوق، وعندك منطقه الدقن دي اتشدت صغرت قوي. يعني الواحده بتصغر حوالي يعني 10 15 سنه بنقول تقريبا. يمكن كمان في ناس كتير قوي يا اميره مش عارفه الفرق بين البوتوكس والفيلر، وامتى تعمل بوتوكس. انا فعلا مش عارفه الفرق بين البوتوكس، عايزه اعرف فعلا الفرق بين البوتوكس والفيلر. يعني انا محتاجه البوتوكس ولا فيلر؟ عايزه شوفي البوتوكس احنا بنحقنه في منطقه الجبهه. يعني بنحقن لو في خطوط هنا، يعني بترفعي حواجبك فوق على الاخر، لو في خطوط هنا عرضيه دي بتتحقن بوتوكس. بتتحقن كمان هنا، يعني مع الضحك لو شفتي ان هنا في كرمشه حوالين عينيكي دي بتتحقن بوتوكس، لو في 11 او 111 ده اللي هو حقن البوتوكس. يعني البوتوكس في الجزء اللي فوق يا دكتوره؟ في الجزء اللي فوق بالظبط، استخدامه الاساسي في الجزء اللي فوق. وظيفته ان هو يعمل ارتخاء في العضله فيشد لك العضله. الناس العصبيه اللي متنرفزه اللي عندهم 11 فبيحصل 11 بالظبط. فدي حقن البوتوكس برده مش هياخد 10 دقائق والمشكله هتروح تماما. ممتاز. طب والفيلر؟ الفيلر بحطه علشان املى، يعني عندك التجاعيد الثابته هنا، الخطين اللي بيتكونوا مع الوقت، في عندك مثلا خدين لو حسينا في نقص في الدهون، او لو في واحده مثلا عايزه تعمل كونتور شويه ان احنا نرفع الخد لفوق، ده فيلر.
يعني السيمتريه بتاعت الوش ممكن تتغير خالص من خلال البوتوكس او الفيلر. بالظبط. لان خلي بالك في ناس بتتلخبط، في واحده ممكن تيجي تقول لك انا عاوزه احقن بوتوكس في شفايفي مثلا، هي سامعه ان هو في حاجه اسمها بوتوكس فعايزه تحقنها. فالبوتوكس يا جماعه ده بيعمل بيهدي، يعني بيهدي العضلات. بالظبط. مش لانه في ناس بتقلق تقول إيه ده صحي. ده كله علاج ادويه يعني. طب ساعات الواحد بيبقى وشه من النزول والشغل والميك اب اضاءه شمس بيجهد، ايه ممكن يتعمل مثلا زي فيتامينز او حاجات تخلي البشره صحيه ونضره؟ بالظبط. لما البشره تكون تعبانه او مرهقه بنحقن حاجه اسمها بلازما او ميزوسيرب، هي مواد بتتحقن عشان تغذي البشره. البلازما دي ماده باخدها منك انت، يعني بنسحب دم من المريض وبنفصله وبنيجي نحقنه في الوش كله. بتكون ايه عينه قد ايه يا دكتور؟ تقريبا 4 سم، يعني حاجه بسيطه جدا. يعني زي عينه، زي ما بنسحب دم عينه دم عاديه. بنيجي نفصلها في جهاز مخصص ان هو يفصل كرات الدم الحمراء والبيضاء، وناخد بس الماده اللي اسمها بلازما. البلازما فيها عوامل نمو كتير جدا، فهي وظيفتها ان هي تديكي نضاره عاليه قوي. مجرد ما تتحقن على طول، يعني بنشوف نضاره على طول في نفس الوقت، وطبعا مع الوقت بتاخد نتيجه افضل. ده حلو جدا ده. بالظبط. وفي حاجه كمان ثانيه اسمها ميزوسيرب. يعني مش لازم يا جماعه يكون عندنا مشاكل عشان نروح لدكتور التجميل. طبعا ده اللي بنقول عليه انا لازم احافظ على البشره. بالظبط. فالبلازما دي من الحلول الكويسه جدا، وكمان اسمع يا اميره انها بتتحقن في الشعر. بالظبط، علشان تقوي بصيله الشعر. بقى الشعر كلنا شعري حصل مشكله وقصيته وعايزاه يطول بسرعه لو سمحتي. بالظبط. اعمل ايه؟ احنا بنحقن برضو بلازما في فروه الراس، هتكون وظيفتها ان هي تقوي البصيله فتساعد على نمو اسرع. يعني في بنات فعلا هي بس قصت شعرها وما طولش بعدها، يعني ما عندهاش مشكله، ما فيش تساقط، بس هي عايزه النمو يبقى احسن. انا عايزه شعري يطول اسرع شويه. كلنا والله يا اميره، كلنا عايزين شعرنا يطول. يا دكتوره امينه شوف لنا حل الموضوع ده. بالظبط. هي بلازما مش بنعملها كمان، يعني مش كل يوم ولا كل اسبوع، هي جلسه كل شهر. بتحسن لك طول الشهر ده معدل النمو، طبيعه الشعريه نفسها. لو في تساقط، لو في فراغات في الشعر بتعبيها، تعتبر بتقل الشعر، بتطوله باسرع. بالظبط، بتطوله اسرع. طبعا تعتبر من التقنيات برضو الحديثه اللي ادتنا نتائج حلوه قوي الفتره الاخيره. يعني تقريبا دلوقتي ما فيش حد ما بيحقنش بلازما. يعني كل الناس بتحقن بلازما لان كلنا عايزين شعرنا يبقى احلى. طبعا. اذا البلازما من الحاجات اللي بتتحط في اي مكان بتتاقلم مع البيئه اللي بتتحط فيها. بالظبط. اتحطت في الوش تقوم تدي نضاره للوش، اتحطت في الشعر تعمل طول وتغذيه للشعر. مظبوط. فهي من التقنيات الهايله اللي انا شايفها ناس كتير المفروض نعملها. كلنا. يعني كلنا لازم نعمل كده حقيقي. بالظبط. طيب انا عاوزه اسال على حاجه مهمه قوي يا اميره، ويمكن في ناس كتير وبنات كتير بتعاني منها كمان يا دكتوره امينه، وهي الهالات السوداء. دايما تقول لك انا شكلي جميل وحلو وزي القمر بس عندي هالات سوداء. دي منتشر عندنا في مصر بشكل كبير جدا. كبير. موضوع الهالات السوداء حقيقي. الهالات طبعا بيكون ليها اسباب كتير، ممكن يكون في مشكله تغذيه، ممكن مرتبطه بالتعب بالسهر بالارهاق. يعني بننبه الاول على المريضه انه في حاجات بتزود الهالات وفي حاجات بتخليها ترجع مره تانية. نقلل الشاي، القهوه، النسكافيه، المفروض ان احنا ننام كويس، نقلل الميك اب في منطقه العينين. بتحين كمان فيها بلازما، بتحين ميزوسيرابي، بتضيع لك اللون الاسمر ده تماما. ده جلسات مش كده؟ ده بيكون جلسات ان انا هنشط الدوره الدمويه في المنطقه دي. سواء بالبلازما او الكربوكسي، لو المشكله نقص دوره دمويه فاحنا بنحقن حاجه اسمها كربوكسي، غاز يحسن الدوره الدمويه. ده بيحسن بشكل كبير، ممكن في ناس كتير جربته وانبسطت منه. بالظبط. ولو كانت الهالات سببها انه في تجويف هنا تحت العين هو اللي مدي شكل الهالات، ده بيتحقن فعلا. يبقى شادو. عارفه يا اميره انا رايحه بعد الحلقه شادو. اعمل جايه محتاجاكي في بلازما، والاخير ده اسمه كاربوكسي. انا جايه لك بعد الحلقه. اهلا بيك دكتوره امينه. احنا فقرتنا خلصت. انا بحب اشكر دكتوره امينه البدري استشاري الجلديه والتجميل والليزر بالمركز الطبي، واسيبك يا اميره تطلعينا فاصل. طيب فاصل، وطبعا لسه مكملين اتغير مع يومنا على قناه دريم. فاصل وتابعونا في فقرات مهمه جدا. ويمكن اهم حاجه الست بتهتم بيها هي جسمها وشكلها. يعني انا بشوف انه اوقات كتير قوي، ويمكن يا اميره تتفقي معايا، انه مش لازم تبقى الواحده زي ما الكتاب قال. طبعاً. بس على الاقل تكون راضيه عن نفسها وعن شكلها. اهم حاجه انك تكوني راضيه عن نفسك علشان تكوني عندك ثقه في نفسك. ويمكن احنا عندنا في الشعب المصري الستات شويه بيعانوا كتير من السمنه، وخصوصا بعد الحمل والولاده. والجسم بيتغير، في بطن بيبقى في حاجات. فاحنا معانا دكتور اشرف سمعان استشاري جراحات التجميل وعلاج الحروق وتنسيق القوام، دي مهمه. أيوة. جدا بالمركز الطبي. مساء الخير يا دكتور. سنور اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه دكتور اشرف؟ الحمد لله ربنا يخليك. الستات ومشاكل الستات بقى وعدم تنسيق القوام، انت اكتر واحد بتتعامل مع سيدات، اكتر شكوى بتجيلك وتقول لك يا دكتور اشرف انا متضايقه جدا منها، ايه هي؟
طبعا البطن هي عامل مشترك يعني دايما عامل مشترك ما بين السيدات والرجالة هي البطن، ومعظم الستات حتى الرجالة دلوقتي عايزين حتى البنات على فكرة الأنسات بيجوا يشتكوا برضو كتير جدا من البطن، لأن البطن ساعات بيبقى فيها ترهل، ساعات بيبقى فيها سمنة، ساعات بتبقى زي ما احنا قلنا قبل كده زي كرش رجالي مشدود كده. يعني بتيجي للمدام وزنها مش عالي، مش لازم يكون وزنها عالي، دي مهمة جدا، وزنها مثلا الثمانينات احنا شايفين لسه حاله زي كده امبارح، لكن عندها كرش كرش كبير وشكله مش انساوي يعني مش ماشي مع الموضوع. نعم في حل، اكيد في حل طبعا، حلول. ايوه اكيد في حلول. هقول لحضرتك يعني مثلا لو كان في سمنه عاديه في البطن في الانسات مثلا بنشوفها بنعمل شفط دون فقط زي ما احنا بنشوف في التقرير بتاعت مدونة والبنات اللي بنطلعهم في التقرير دول، دي عمليه مناسبه للانسات. لكن لو كان في ترهل دايما بنحتاج شد ترهلات بطن، وخاصه بعد ما بتخلص ولادات مع الولادات المتكرره مثلا بيحصل ترهل في البطن مع ضعف عضلات البطن مع فات سوري، غالبا بنشوف التركيبه دي كامله على بعضيها. فاحنا بنقول لهم مثلا هنعمل شد ترهلات بطن، هنعمل تصليح عضلات، هنعمل تصليح فات وتركيب شبكه، ولسه بنعملها يعني لسه عاملين واحده يوم من يومين سهلة. او حاجه زي كده سهله جدا. خلينا نبدا بالاسهل يا دكتور اشرف، يمكن عمليه شفط الدهون، لانه في ناس كتير قوي بتقول هي عمليه شفط الدهون هي غير عمليه تنسيق القوائم، ولا تنسيق القوائم هو شفط الدهون؟ ولسه بتسيل السؤال ده امبارح امبارح بس يعني انا جات لي مدام هي الحقيقه مش مصريه عندها ترهلات في الفخدين والبطن والدراعين. هي عملت شد ترهلات بطن بره فجايه تعمل الدراعين والفخدين، فهي راحت طبعا هي عملت شد ترهلات بطن طبيعي معناها ان في ترهلات او جسمها قابل للترهلات مثلا، فراحت لاحد الاطباء فقال لها تنسيق قوام نحت قوام. طيب ينفع اعمل نحت قوام بدون شد ترهلات؟ سؤال بسيط جدا. ما هو انا بس بصحح المفاهيم عشان لسه في ناس بتسال. يعني الاول نشد الترهلات وبعد كده ننسق. شد الترهلات جزء من تنسيق القوام ونحت القوام. المفهوم بتاع نحت القوام انه شفط دهون فقط ده غير صحيح بالمره. بالمره مش معقول هتشفط لوحده ولا هيشفط لوحده يا اميره ويسيب الجلد متقلب. لازم الجسم كله يبقى شكله حلو. معنى كلمه نحت قوام معناها زي ما انا دايما بقول انها لوحه متكامله، ان انا بطلع نتيجه متكامله. ينفع اعمل نحت قوام وتنسيق بدون مثلا وجود ترهلات في الثدي؟ لا دي ترهلات ثدية هي بعيدة خالص عن القصة. مرحلة 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 ممكن يتعملوا كلهم مع بعض. أنا ما عنديش مشاكل، لكن كلمة نحت القوام يعني الكتاب بتاع نحت القوام البادي كونتورنج بيشمل شفط الدهون رقم واحد، شد الترهلات رقم اثنين، تكبير الثدي رقم ثلاثة، رفع الثدي رقم أربعة، حقن الدهون رقم خمسة. كل دي عناصر لنحت القوام. ما ينفعش ان انا مثلا اقول لمريضه 130 كيلو هتعملي حضرتك نحت قوام ما تخرجي مره واحده. ما ينفعش مش منطقي يعني لازم يبقى في منطقيه برضو في اجاباتك على المرضى. بالظبط انا حتى لما قلت النتيجه المتوقعه بالظبط كده انا قلت للمريضه حضرتك انت بتقولي ان الدكتور قال لك نحت قوام، ينفع ننحت لك قوام ونسيب الثدي مترهل خالص؟ قالت لي لا يا دكتور طبعا. قلت لها طب ما هو نموذج بسيط يعني بالزبط. يعني بنحاول نوصل لهم الفكره كامله، لكن المفهوم بتاع النحت القوام عباره عن فتحتين نص سنتي شفط الدهون والمريضه تروح ايا كان الشكوى بتاعتها مش منطقي. طب ناخدها جزء جزء، ناخد البطن الاول. اوكي البطن الاول طبعا سمنه البطن لو ما فيش ترهلات يبقى شفط دهون 100% زي ما احنا بنشوف في تقرير ندى. اوكي لو كان في وزن عالي مثلا المريضه وزنها 130 كيلو وعندها ترهلات في البطن او حاجه زي كده، غير مستحب ان انا اعمل شد ترهلات في الاوزان العاليه زي نغم. يعني احنا عندنا التقارير كلها بتشرح معظم الحالات فعلا حالات متنوعه فعلا. اوكي يعني مثلا مريضه وزنها 130 كيلو وعندها ترهلات، اسهل حاجه الدكتور يقول لها ايه؟ شد ترهلات. انا اعمل لك شفط دهون وشد ترهلات. النتيجه بتبقى ايه؟ ان المريضه ما خستش حاجه على الميزان خالص ولا في الشكل كمان هتكون ولا الشكل هي راضيه وكمان بطنها كورت اكتر. يعني معنى كده ان حضرتك بتفضل اكتر الشفط من شفط أكتر بالون من الشد. لا هي في البالون ودي اللي احنا هنتكلم عنها للاوزان يعني نغم اللي هي في بالظبط كده. الاوزان العاليه بنستخدم تقنيه جديده اسمها شفط وبالون، شفط دهون مع بالون معده، يمكن يوميا بنعملها. الهدف منها ان انا مثلا بخسس على الميزان وبنحت الجسم الاثنين مع بعض. يعني انا بخسس على الميزان. عارفه فكره الحاجه اللي بتسد النفس او تخلي الواحد ما ياكلش كتير؟ ايوه هي دي بالونه المعده. واعتقد دي حلوه جديده جدا واعتقد يا دكتور اشرف ان هي في النص بين العمليات الكبيره اللي هي زي التدبيس والتكميم والحاجات والقص يعني بمعنى اصح، وبين انه الواحد يعمل دايت. يعني هي حاجه في النص كده متاحه لكل الناس. طب دي من وزن كام؟ لا ملهاش قاعده.
من وزن كام؟ دي برضو في ناس بتيجي تقول يا دكتور انا وزني قليل 70 80 كيلو، حضرتك قايل لي ليه بالون؟ ما انا ممكن اعمل اي حاجه ثانيه، ممكن اعمل شفط، بس انا جاي اعمل شفط. يهمني اكتر من الوزن توزيع الدهون. اذا كانت دهون خارجيه او داخليه، يعني لما يجي مريض دهون على الجسم في الجسم بالظبط يعني كده. يعني البالون دي بتخلي الدهون تروح لكل مكان بالمقدار. لا لا، لو انا مثلا عندي مريض عنده كرش كبير مشدود، وانا شفطت طبقه الدهون اللي تحت الجلد في الكرش ده، هل الكرش بطنه بقت فلات؟ لا لا، لانه عنده دهون داخليه. لا منطقي، لسه في دهون، عنده دهون داخليه بالظبط كده. بنشوف الكروش الرجالي اللي هي مشهوره جدا دي، ناشفه، كرش تمسك المصري الاصلي بالظبط كده، تمسكي طبقه الجلد تلاقيها رفيعه. لكن ممكن يكون وزنه مش عالي، ده ما ينفعوش شفط دهون، ينفعه بالون اكتر. اوكي. كمان بنستخدمها في مثلا، لسه كان في امبارح مدام بتحجز البالون، عندها حاجه و60 سنه، حالتها الصحيه ما تسمحش ان انا ادخلها عمليه كبيره، او تعمل دايت، أو يعني عمليه طبعا دايت أو ملغي دايت. طبعا دايت ملغي. ولما بقول للمريض روح اعمل دايت وتعالى، يبقى انا بعذبه، ويبقى هو جاي لك ليه بالظبط؟ يعني انت هتروح تقول له روح اعمل دايت، يعني طب انا جاي لك ليه؟ في صحيح. بنت وولد شباب مخطوبين امبارح، هو بيقول لي انا ما بعرفش اعمل دايت. قلت له متوقع، متوقع جدا. لما اجي اقول له تاني روح اعمل دايت، يبقى انا بعذبه. على فكره مهم جدا برضو للرجاله وللشباب، لانه للاسف منتشر فعلا انه شباب صغيرين ولسه ما اتجوزوش وعندهم فعلا كرش. ايوه، فايه المانع ان هم يحصل شيء من التجميل كده؟ ليه المانع انهم يعملوا بالون؟ ليه المانع انهم يعملوا شفط دهون؟ وحتى كنا بنتكلم في كمان وسيله مساعده يا اميره، لانه في ناس ما عندهاش اراده خالص انها تعمل دايت، ما بيقدروش بالظبط كده، فدي وسيله مساعده هايله. كمان كنا بنتكلم في حلقه من الحلقات ان هو ريجاردلس السوشيال كلاس، يعني ما حدش يجي يقول لي مثلا ايه دي حاجات الناس الكلاس العاليه مثلا. لا لا لا، انا على فكره انا لما جيت عندكم لقيت من كل ال، انا لسه عامل عمليه، عمليه تكبير ثدي بسيليكون. المريضه جات من اسوان، عملتها في نفس اليوم ومشيت. من اسوان. احسن ناس يعني اللي في الاقاليم دول ومتابعينا ولينا جمهور. انا يعني كنت ايه من اسيوط طبعا، وفي اثنين على فكره في نفس اليوم عملوا، واحده من اسوان يوم يعني في نفس اليوم، نفس اليوم وعملت العمليه ومشيت. طب هايل والله، مفيش اكتر من كده. تكبير الثدي عمليه بسيطه جدا، بتتعمل في ساعه تقريبا كلها على بعض، وبتروح بعد ساعتين. لكن انا ببقى مبسوط جدا لما اشوف مثلا مريضه بتقول لك انا اصلا جوزي مسافر وعايز اعمله مفاجاه، يعني هو مسافر على بال ما بيجي بتعمل عملية. دكتور اشرف، افتكر ويمكن يا اميره انه عمليات التجميل بقت اصبحت دلوقتي يعني من العمليات البسيطه السهله. أيوة. بتسمى حتى عمليات اليوم الواحد بالزبط. ممكن الواحد يعملها، معظمها عمليات ويخرج. انا بشكرك يا دكتور اشرف، احنا شكرا لك يا دكتور. سريعا بشكر ضيفي دكتور اشرف سمعان، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام بالمركز الطبي. هنروح لفاصل يا اميره، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. حلو ده، شوف ايه. ودلوقتي بشرتك مع ماسي والراعي الرسمي للجمال. خلوني ارحب بضيفتي الاول وصاحبتي وحبيبتي دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لماسي فارم. عامله ايه يا دندوره؟ تمام يا يمنى. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وانا عايزه ارحب بيها، منورانا والله. انا مبسوطه يعني انا النهارده مع دينا ويمنى حبيبتي بصراحه، وانت شرفتينا والله. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. اميره طبعا ماسي دوره جولد عامل انقلاب وعامل وبعدين شايفه يعني كبيره ما شاء الله. يعني اول حاجه لفتت نظري انها العبوه كبيره، وجزيئات الذهب او الذهب باين فيها بشكل كبير جدا. فعلا فعلا. ماسي دروجولد كورس كامل متكامل، مش كريم بيكفي اسبوع، مش كريم بيكفي شهر، بنتكلم عن كريم بيعالج معظم مشاكل البشره وبيكفي من 6 شهور لسنه على حسب الاستخدام. على حسب الاستخدام وعلى حسب كمان حجم الوش والرقبه. ماسي دروجولد زي ما اميره قالت فعلا الذهب اللي فيه عالي جدا، كمية الذهب عالية قوي. وبعدين ماسي دروجولد الفرق بينه وبين أي منتج تجميلي تاني إن ماسي دروجولد بيحتوي على ذهب بجد، ذهب خالص، مش ميه ذهب مثلا يا أميرة. أو هو واضح بجد. يعني واضح من العبوة، أنا لما شايفاها يعني وأنا شايفاها على الحقيقة. أولا ريحتها حلوة جدا جدا، عجبني مقبولة جدا، ريحة مقبولة جدا، وعجبني يعني لون الذهب واضح فيها، عامل فعلا زي ما يكون ذهب. يعني انا شايفه ذهب. عايزه اقول لك انت لو يعني علبه ماسي دروجولد حتى اتثبت فتره من كتر الذهب اللي فيه بيعمل عروق ذهب. انا عندي بتاعتي يعني تلاقي الذهب من كميه الذهب بيترسب مع بعض. فدي ميزه في ماسي دروجولد مش هنلاقيه في اي منتج تاني موجود في العالم. ده مفيد بقى للبشره طبعا، يعني ما نحط الذهب على بشرتنا ده احنا مش بس مفيد. يعني ماسي دروجولد ليه على طول اقول ان هو فعلا ملوش منافس؟ لان ماسي دروجولد تخيلي منتج فيه 56 عنصر،
مش عارفه لما بنروح نشتري حاجه بتبقى مثلا يقول لك ده بالكافيار وسعرها قد كده صح؟ ما انت عارفه ما احنا بنشتري ده مش عارفه يمكن إيه؟ اللي كان منتشر قبل مثلا ماسي دور جولد بيحتوي على كميه عاليه قوي من الكافيار اكستراكت. ماسي دور جولد بيحتوي على ذهب، بيحتوي على كافيار، بيحتوي على سيراميد، بيحتوي على ماده الفيلر كمان، بيحتوي ماده على ماده بتشتغل زي البوتوكس. فتخيل احنا كده مش محتاجين اي تجميل ولا اي حاجه، بس نحط ماسي دور جولد. والحلو في ماسي دور جولد ان بيجملك قوي من غير اي تدخل جراحي ومن غير ما حاجه تبان انك انت عامله حاجه في وشك. الحلو في ماسي دور جولد ان ماسي دور جولد بتخليكي شكلك يبدو اصغر 10 سنين. ده بعد ما نخلص على طول بعد ما نخلص الكورس بس. لا يعني دلوقتي الفيدباك ان على فكره من اول شهر بيبان نتيجه وبيبان انك انت صغرتي في السن. يعني الكلام ده فعلا كله شفته من الفيدباك العملاء بتوعنا العملاء الكرام يعني مثالين قدامنا يومنا قدامنا اميره طبعا باين. يمكن يا اميره انا بحترم شركه ماسي فارم جدا لان هي الشركه الوحيده اللي بتنزل تراخيص المنتج بتاعها على الهواء وده شيء يحترم فيه طبعًا. جدا طبعا طبعا ماسي دور جولد ملوش اي اعراض جانبيه. ماسي دور جولد مترخص من وزاره الصحه المصريه وكمان مترخص من الاتحاد الاوروبي ومع كل علبه ماسي دور جولد مكتوب حتى رقم ترخيص وزاره الصحه المصريه. دينا للاسف احنا لسه اتكلمت يا معلش انا اسفه جدا انا بشكرك على وجودك أنا معايا دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لماسي فارم. طبعا اميره انت كنت منوراني النهارده ودايما تابعوا شارع الفن على نغم. شكرا يا يوم نورتيني حبيبتي النهارده. شكرا بشكر يومنا وبشكر دينا. بشكركم جدا. احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت. شوفونا كل يوم الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا تاني يوم على وعد بلقاء جديد. كنت معكم يمنى طولان. سلام عليكم.